باقة خمس دقايق. كيفاش جاوباتك؟ ديما اخويا كتبقى تقول لهم نصب عليا دار ليا وهي اللي نصباش عليا. قالت لهم نصب عليا؟ قالت لهم نصب عليا. خرجت بلايف في الصفحة ديالها ولا؟ في الباجات وفي كل شيء قالت لهم راه نصب عليا. طلقت اللايف دابا مباشر. اول حاجه السلام عليكم، كنشكر قناه شوف تي في على الاستقبال ديالها. خويا السيد هادي مبغاش بعد مني، دارت لي الشوه، قلت له افلام ديولي حاليا باقي عندي شي افلام ديولي، انا دوك الافلام ما بغيتهمش يتلاحوا. غنعاود لكم القصه من الاول. القصه من الاول الاخوان، انا كنت كندور عادي في الفيسبوك كنجيب دوره، شويه صيفطات لي الدريه هادي ميساج من القصب التشادله، سلام خويا المهدي كيدير بخير لاباس؟ الصراحة أفلام ديولك زوينين، أفلام ديولك واعرين، ممكن تجي عندنا القصب التشادلة تشارك شي فيلم. صافي أنا قلت ماشي مشكل. قلت أنا ماشي مشكل، ديما كنمثل في كازا، غنمشي القصب التشادلة ونشوف هادوك الناس ونتعرف على هادوك الناس. مشيت أخويا عدا، أش نقول لك أصاحبي، ما كتغدينا ما كتفطرنا القفة، أنا كنت كندخلها لدارهم الديسير اللحم الدجاج كنت كنصرف من جيبي. شنو تقول لي يا بنتي راها مريضة عندها نزيف، واش ممكن تساعدني وتحل لي شي قناة؟ أنا قلت صافي ماشي مشكل. ما كانتش عندها قناة، كانت غير فان في الأول. كانت غير فان أخويا، كانت غير كتفرج فينا. صافي أنا قلت ماشي مشكل نحل لها قناة، راه كلشي كيتخلص، خليها الله يسهل عليها. بنت مريضه ماشي مشكل، حليت لها قناه، عطيتها الكود المضباس. صافي هي هذيك صديقي متشنا معاها، لاحت الفيلم الله يسهل عليها، دازت المده وهي تعيط ليا. السلام خويا المهدي كيدير بخير لاباس؟ قلت لها الله يحفظك اختي. قالت لي يا بنتي راها مريضه ودابا شي ربع شهر. شي ربع شهور، شي ربع شهور. كان كونتاكت بيني وبينها عادي، انا نكمل لخويا. صافي قالت لي يا بنتي مريضه عندها نزيف، واش ممكن اخويا تساعدني وتعاوني؟ رانا محتاجه 10000 درهم ودايره شي قرعه مع شي ناس، وهاد القرعه هادي راه غنشدها ان شاء الله ونعطيك فلوسك. صافي قلت لها انا ماشي مشكل جي عندي الكازا. جات عندي الكازا شويه تقول لي غنديروا شي فيلم غيدير البوز، غنديروا شي فيلم غيدير الطوندونز. قلت لها شنو هو اختي غنديروا؟ قلت لي غنمثلوا شي افلام لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي اخويا جات عندي، رحبت بها، دخلتها للدار، وكلتها، الوالده تهلات فيها، كساتها، حنات ليها، خرجاتها، ساراتها، شوية دخلني للحانوت. قالت لي اخويا الله يرحم لك الوالدين، راه خاصنا نديرو شي فيلم اللي غيبوزي القناة ديالي. قلت لها اش غنديرو؟ قالت لي غنديرو فيلم على مول الحانوت. غنديرو شي حاجة العرق. قالت لي انا باغا ندير العرق، باغا نمثل انا غير بدوبياس. باغا نمثل، قالت لي بسوتي يا ماتو كارسون. بحال ما هكا قالتها لي يا خويا، انا شتيت راسي ما فهمتش والو. قالت لي انا باغا نتبوزة انا، قالت لي الافلام العاديين ما كيضربوش ليفي، ولكن الا درنا شي حاجة خارجة على الافلام العاديين غنضربو ليفي وغنطلعو الطوندونز وغنديرو البوز. صافي انا على نيتي، لعبات لي بعقلي، انا ما فاهم والو، تقيت راسي ممثل معاها في الحانوت ومعنقاني وكتبوس فيا وحاطة ايديها على صدري، انا تصدمت السيدة مدوزة. وهادشي هذا خويا انا ما بغيتهمش يتلاح، هاد الفيديوهات اللي دارت ليا ما بغيتهمش يتلاحوا، مشات القصب تشادلا ومونطات الفيديوهات ولاحتهم، حشومه عليك اختي. الغرض بجات الكازا ماشي، ما جاتش على قبل 10000 درهم، جات على قبل 10000 درهم وجات على قبل البوز، دارت لينا الشو اخويا، استغلاتني السيده هادي، استغلاتني ولعبات ليا بدماغي، حشومه عليك. الله يرحم لك الوالدين، مسح هادوك الفيديوهات، راه درتي لنا الشو، وحاليا كتعيط ليا كتهددني. قالت لي صورت على دارك 10 المليون. قالت لي صورت على دارك 10 المليون. ها هو خويا دار معاهم هاد السيده اش بغات عندنا. السلام عليكم الخوش. المهم صافي اخويا ماشي، جاش متلاش معانا وداش مليون بحال ماك، مليون كاش خداش، جاش متلاش بإرادة ديالها وباستطاعة ديالها، والفكرة اللي دارت في داك الفيلم هي اللي إخراج، هي اللي بغاشها وبإرادة ديالها، دار شكاك باش طلع طوندونس حتى هي، باش قالت لك باش طلع الجمال داكشي باش تشهر الفيلم. اخويا دوك الجمال وهذوك الكلمات كاملين ديوله، تهلا فيا نتهلا فيك، السيده مالفه كتهلا في عباد الله، انا ضحيه دابا اخويا، دابا انا ما خطيبه ديالي سمحات فيا، انا كنت باغي نتزوج بها، كنت كنبغيها وكانت كتبغيني، دارت لي الشوه هذه، انا مابقاش كنخرج للزنقه، باش غنواجه العائله ديالي، باش غنشوف خوتي، باش غنشوف لي فان ديال المهدي تابيت اللي كانوا محترميننا ومقدريننا. هاد السيدة هادي دارت لينا الشوه، دارت بينا البوز وتعدات علينا واستغلاتنا، وحشومه عليك اختي، وديتي لنا مليون، اش بغيتي عندنا؟
حرام عليك، حنا ناس دراوش الحومة كاملة. الحانوت اخويا دخلت ليها نتوما لا اخوان، كان الحانوت عامر راهو دابا الحانوت ولا خاوي، بنادم يدخل الفيديو وتفرج، كان السكر كان الزيت دابا ما بقى والو. حشومة عليك اختي، وهذا راه نصابة وحاليا كتخرج في الصفحات كتقول لهم راه بنتي مريضة والمدي تابت نصاب عليا وهالنمرة ديالي باش بنادم يدخل عندها ويتعاون معاها ويتعاطف معاها ويساعدها. خويا السيدة هادي ردوا البال منا، الله يرحم الوالدين، ردوا البال اخوت، هادي راه نصابة كبيرة وحاليا باقي عندها شي فيديوهات ديالي خاصهم يتمسحوا هادوك الفيديوهات اخويا. باقيين اخويا ما خرجوش، باقيين عندها. لا خرجوا هادوك الفيديوهات والله حتى غنتشاحر انا، صافي انا غنتشاحر انا خرجوا هادوك الفيديوهات، انا ما بغيتش هادوك الفيديوهات يخرجوا. وهي كتقول لي استرجلي طوالك ما غتصور حتى شي حاجه، هادوك الفيديوهات فيهم العراه اخويا، فيهم العراه مع النقاني، وكتقول لي مثل واحد القصه ديال واحد. واش فيلم ولا فيديو واش بيناتهم؟ الا فيلم، هذا فيلم فيلم، ولكن فيلم اخويا انا ما بغيتوش يتلاح. دابا راه نسحات هذوك الفيديوهات وباقي عندها شي فيديوهات ديالي في الباج ديالها، بغيتهم يتمسحوا اخويا، انا غنبقى ديما ندير لايفات باش يتمسحوا هذوك الفيديوهات، انا مابقاش كنحمل راسي. وهي كتقول لهم استغلت السيده، راه هي اللي استغلتني، بنادم يدخل القناه ديالها يلقى ما مثل معايا حتى شي فيلم. حشومه عليها اخويا، ما عرفتش اش بغات عندي. 10000 درهم. قالت لي غنردالك، وقالت لي غنردالك، قالت لي غنردالك، غنشدها واحد القرعه وردالك، ما رداتش عليا ما والو، كنتصل بها بلوكاتني، حتى اليوم عيطات لي قالت لي صورت على دارك 10 المليون. بحال ما هكا قالتها لي، قالت لي صورت على. اخويا صافي انا بقى فيا الحال، ماشي بقى فيا الحال، على قبل صورت على داري 10 المليون، الفلوس راه وسخ الدنيا، وهذوك الفلوس اللي صورت على داري انا راه فلوس الحرام، راه ماشي فلوس الحلال، هذه أول حاجة. استغليتينا وجيتي من القصبة تشاد للكازا وبيضقشينا، حشومة عليك اختي، علاش درتي لنا هذه الحالة هذه كاملة؟ شوهتينا في لي باج، حنا ما بقيناش كاع قادرين نخرجوا الزنقة، فما كنخرجوا الزنقة قولي تهلا تفك تهلا يتي فيها. وبنادم تا هو ما كيراعيش، بنادم ما كيضحك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، السيدة هذه أخويا، أنا غندير شي حاجة في راسي، أنا ما بقيتش كنحمل هذه السيدة، أنا غنتشاحر والله، إلا مسحات هذوك الفيديوهات والله حتى غنتشاحر، غنتشاحر على المباشر أنا، طلع لي الدنيا دارت لي في راسي. طلع لي الدم بزاف وحق الله اخويا، دار استغلاتنا وتعدات علينا وجات لدارنا وميكساتها وصبطاتها وحنات ليها، وحنا مشينا عند القفه كنت كندخلها لها انا لدار، ومن الشاهدين اللي في قصبة التاتا. على قبل بنتها هي راه نصابه، هاد السيده هادي ردوا البال اخوتي راه نصابه كتنصب، عندها بنت ما عرفتوش بنتها ولا ماشي بنتها العلم ولا داك الشيء اخويا، المهم عندها دريه صغيره كتنصب كتثبت بنادم كتوليه شي وراق، كتقول لي راه بنتي مريضه خاصها عمليه تعاونوا معايا الله يرحم الوالدين، هي تبتاتني واحد تبات خطير، نصابه خطيره، هذه نصابه محترفه، انا النبلوله كاع ما نحافظ نصابه، هي كتثبت بنادم كتقول لي جي عندي، ومني كتجي عندها كتوريك دارهم، كتوليك العائله ديالها، كتقول لك يا امي ما خداماش، هاي اختي ما خداماش، ها هو با مريض، ها هي بنتي مريضه، ها الدار فين ساكنه، ها انت اخويا المهدي، شو بنتي شاده الفراش، الله يرحم لك الوالدين، تعاون معايا دير لي شي قناه خليني ندخل منا الصرف، انا بقات فيا تعاونت معاها وساعدتها وما بغيتش ندوزها، وفي الاخر اخويا هي دارت لي الشوهه ونصبات عليا ودات لي رزقي، حشومه عليك. وبغيت اخويا الفيديوهات يتمسحوا، وبغيت رزقي يرجع ليا، بغيت رزقي يرجع ليا، وبغيت الفيديوهات ديالي يتمسحوا، راه ولا عندي اكتئاب انا راه ولا عندي اكتئاب، مابقيتش كنخرج للزنقه، مابقيتش قادر نمشي عند عائلتي، مابقيتش قادر نمشي عند خواتاتي، ولا عندي اكتئاب انا مرضت حاليا، مرضت اخويا، وباقي عندي شي فيديوهات ديالي ما خصهاش تلوح، ملا لاحت هذوك الفيديوهات غنتشاحر. خويا ندمت بزاف وحق الله العلي العظيم، لعبات ليا بدماغي اخويا، ما عرفتش اش دارت ليا ديك السيده، حنا كاملين لعبات لينا بدماغنا، حنا كاملين ماشي انا بوحدي، كلشي لعبات ليا بدماغه، كدير شي حركات لا اله الا الله محمد رسول الله، كدير كتمثل معاك وكتعنقك بحال ما هكا وكتلوح في خاضع على في خاضك، وهادشي هذا كامل باش دير البوز، حشومه عليك، اش بغيتي عندنا اختي؟ حنا عندنا افلام محترمين. عرفتش قالت لي يا صاحبي هنا في الحانوت قسما بالله راه ما قالش مثل معاك بدو بياس. والله حتى قالتها وحق الله حتى قالتها اخويا.
اش قالت لي؟ قالت نبدل نمشي معاك بدور بياس، نمشي معاك باي حاجه، هذيك دير اي حاجه على قبل الفلوس. هي اصلا كانت باغي غير الفلوس، وجات ونصباش على المهدي، دات ليه مليون وصورت على ظهره 10 مليون، وقالت بحال ماكا وصونات لينا وكنت معاه وصونات، قالت لك انا ربحت على ظهركم 10 مليون، والمليون اللي ديت ليكم. وسير جري طوالك، وسير جري طوالك، سير جري طوالك، ما غاتصور والو، مصور معايا بخاطرك. انا اختي ما عرفتش اش درتي ليا حتى صورت معاك، ما عرفتش جبتي معاك شي سحور ولا شي حاجه. اخويا ما بغاش الفيديوهات ديالي انا يبقاو عنده، من حقه اخويا، كنعيط ليها كتقطع عليا كتضحك عليا على قولة الله اكبر. اش بغاش عندي اخويا السيده هادي؟ انا عييت اخويا دلت تقهرت، دارت على ظهري البوز. لكن انت كتسمعيني نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك ود الاذان، الله ياخذ فيك الحق. النصابه المجرمه اخوان ما تحاولوش تعاطفوا معاها، هاد السيده هادي راه كتلعب بعقل بنادم، كتنصب نصابه خطيره، وعندكم شي واحد يمشي عندها. هذا لا اخويا انا راه عييت، قلبي تزعزع صاحبي من عيطات لي، قالت لي واخونت لك مليون وديت على دارك 10 المليون، صورت على ظهري انا. وبيني وبينك اخويا انا هاد الفيلم هذا اللي درته كاع ما نحافو غيدير بوم، راه مسحاتو ما عاد ضرب لها شي 30 مليون في القناه ديالها، 30 مليون ضرب لها اخويا. ومن شافت القضيه حماده مسحاتو بريفي ولا ما عرفتش مسحاتو، باقي عندها فيديوهات ديالي اخويا، وانا دوك الفيديوهات ما بغيتهمش يتلاحقوا. خويا رايده قول لهم هاد السيده هادي كي جاتنا النبلولة جاش كتطلب عافاك بنت متشي معاكم، دارت هادشي غير باش تصور داكشي اللي باغا. جاش انا جاش في الاول دخلات على اساس تمشي شويه باش تقول لك لا بنتي مريضه لا دارنا ما فحالهمش، جات دخلات الدخله خويا المادي بقات فيه، عطاها باش تعاون، جات داش مليون وصافي قالت لي عافاك ديري شي لاشين اللي غنطلع بها انا واللي غنولي نترزق منها على الله. صوراتنا عريانين عريانين، داكشي اللي عندها خلاص، داكشي اللي عاد مخبياهم وانا نواجهها. كنت معاهم انا، كنت معاهم انا، انا شاهد على اي حاجه بغاش. هذيك داش 10 مليون على ظهرنا، وداش مليون اللي داش من هنايا، وباقا كتدخل باقا دير ديك لاشين باش طلع باش بقى تدخل فلوس على ظهر المهدي. اختي جيتي عندنا دريويشه، اختي جيتي عندنا دريويشه، كبرنا بيك تهلينا فيك، في الاخر غدرتينا وطعنتينا، حشومه عليكش بغيتي عندنا، حنا ناس دراوش محشارمين كلشي كيعرفنا، وقديم عليك في الدومين من 2018، عمر شي مشكل وقع ليا، ومني جيتي عندي كبرت بك، رعيت لبنتك المريضه واش بنتك ولا ماشي بنتك، العلم ولا، وتهليت فيك وما خليتشنا هو درت على قبلك، وفي الاخر طعنتينا وصورتينا وبهدلتينا ديك التبهديله، قادرين دابا نخرجوا الزنقه، خطيبتي سمحات فيا، كلشي تخلى عليا، اش بغيتي عندي اختي؟ حاليا انا كنطالب السلطات، الشعب لطيف الحموشي، الفيديوهات انا مابقيتش باغي نشوفهم عندها في القناه ديالها، راه عندها باقيين في القناه ديالها فيديوهات، انا مابقيتش باغي نشوف راسي. الله يرحم الوالدين، ديروا معايا شي حل. لا تلاحوا هاد الفيديوهات هادو، انا قلت لكم غنتشاحر، خاصهم يتمسحوا، راه باقيين عند الفيديوهات، راه جات صورات ما عرفتش 10 الفيديوهات، كل نهار كتهضمنا في فيديو، كل نهار كتلوح لينا فيديو، هذا اش بغات عندنا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا عيطات لي قالت لي صورت على دارك 10 المليون، قالت لي جبت المليون ندير عليك محامي وما تصور والو، حشومه عليك اختي، شوهتينا، حنا درنا فيك غير الخير. القفك شكون دخلها لداركم؟ ساعدتك وفي الاخر درتي البوز على ظهري. ها اش بغيتي عدي انايا؟ هذا لا اخويا. اخويا انا مبغيتش هذوك الفيديوهات ديالهم، الفيديوهات ديالي انا بغيتهم يتمسحوا من القناه ديالها. هذا لا اخويا، انا مبغيتش دوك الفيديوهات نبقى نشوفهم عندها، والرساله الواضحه هذه راه نصابه. واخوان ردوا البال، راه كدير النمر ديالها كتقول لهم راه هي، كتقول لهم مهدي ثابت نصب عليا، وهي اللي نصبات عليا، وهي اللي استغلتني، وهي اللي صورتني هذيك الحاله. انا ما كانش عيان تصور مع هذيك الحاله، وكل لعبات لينا بدماغنا بنادم غير عايش شويه اخوتي، لعبات لينا بدماغنا، الدريه بقات كتبحكك علينا ديالي بلا ما نذكر الاسم ديالو، ما بقاش كيخرج الصديق ديالي، حتى هو ما بقاش كيخرج، هذا ما بقى اخويا حتى كتخرج. والله ما بقاش كنقدر وحق الله، والله ما بقاش كنقدر نخرج اخويا وحق، لا اله الا الله. كنخرج الشوا مع الناس، انت هو فلان، انت اللي درتي، انت اللي فعلتي، ما كنقدرش نهز عيني في الناس، والله ما كنقدر نهز عيني في الناس بالله العلي العظيم. الرساله ديالنا اختي مسحي دوك الفيديوهات ديالنا، الله يرحم لك الوالدين وردي لي رزقي، راه الحانوت خويا، راه الحانوت ما بقى فيه والو، ما درتش معاه غير الخير.
ياك ما عطيت لك ايد المساعده وايد المساعده عديتيها. لا اله الا الله محمد رسول الله. الاخوان تعاونوا معنا بارطاج 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 باش هذا الفيديو هذا يدير بوم. الله يرحم الوالدين. خويا حاليا انا حابس، والاخوان اللي بغاو يشوفوا القناه ديالي راه عندي افلام زوينين، قناه المهدي تشابيش، لا في الصفحه ديالنا في فيسبوك ولا في الصفحه ديالنا في يوتيوب. حنا قربنا نشدو مليون ابوني اخويا. لا اله الا الله. السلام عليكم، وكنشكر قناه شوف تيفي على الاستقبال ديالي.